بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو ثاني المجالس التي نتدارس فيها مدخلاً للآداب الشرعية في هذه الدورة المباركة التي انطلقت البارحة. في مجلس الأمس مضى الحديث عن تعريف الأدب وأهميته والحاجة إليه، وعن طرف من عناية سلف الأمة رحمة الله عليهم بهذا الباب العظيم، بهذا الباب من الدين، بهذا الباب من الإيمان، بهذا الباب من العلم. كما تقدمت الإشارة في مجلس البارحة إلى وجه العلاقة بين الأدب والخلق في الإسلام، وأن الإسلام الدين الخاتم العظيم الكامل الذي أراده الله أن يكون خاتمة الرسالات السماوية، والذي جاء وقد شهد الله وامتن على العباد بتمامه وكماله فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين امتن الله بإكماله وامتن علينا بأنه رضيه سبحانه وتعالى. فحسبك بهذا دلالة على عظمة هذا الدين وشرفه وجليل ما احتوى عليه من تشريع وأحكام. ألا وإن الخلق في الإسلام جزء أصيل منه ومكون من مكوناته، ليس كمالا ولا ندبا ولا شيئا يحث العباد على التكرم بالوصول إليه، بل أخذه، أعني باب الخلق في الإسلام، الأخذ به والتخلق به والعناية به هو جزء من أحكام الدين، كما هو الحلال والحرام سواء بسواء، وكما هي مسائل العقيدة والإيمان بالله وسائر أركان الإيمان سواء بسواء. ومن الخلق ينبثق الأدب، ويأتي التحلي بالأدب في شريعة الإسلام مما جلل الإسلام به أبناءه، فكانوا من خيرة خلق الله إذا ما تحلوا بأدب الإسلام. ويأتي أدب الإسلام في الحياة ليشمل كل مناحي الحياة، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، في البيت وخارجه، مع النفس ومع الناس ومع الكون جميعا يتحلى المسلم بالأدب. فإذا ما تحلى بالأدب ألفيت عبدا من أكمل وأجمل وأشرف عباد الله عز وجل، لا لشيء إلا لأنه تزيى بأدب الإسلام وتخلق به وتجمل به. كل ذلك موفور عظيم حوته الشريعة، وجاء موفورا منقولا محفوظا، صنفت فيه المصنفات وجمعت فيه الدواوين. ومن تمام البيان للعلاقة بين الخلق والأدب مضى البارحة ذكر طرف من ذلك وبعض الأمثلة. فإذا قلنا مثلا إن غض البصر أدب من آداب الإسلام، فإنه ينبثق من خلق هو الحياء مثلا، أو هو العفة، هذه أخلاق هي قيم، هي هيئات في النفس، أعني الحياء، العفة، الكرم، التواضع، الصدق، الأمانة. ومن تلك القيم الأخلاقية تنبثق الآداب السلوكية. وإنه أيضا لمن جوانب التمييز بينهما أن الخلق باب عظيم واسع، ولا يكون فيه إلا ما هو محمود كريم، وليس يقال خلق كريم وخلق ذميم إلا على بيان المقابلة. أما الأدب فهو الأخذ بمكارم الأخلاق. فإذا قلنا إن الصدق خلق كريم ويقابله الكذب، فتقول عنه خلق ذميم. فالأخلاق فيها مساوئ وفيها محامد وتقال على سبيل المقابلة، فأخلاق كريمة محمودة مشروعة، وأخرى ذميمة قبيحة ممنوعة. وأما الأدب فهو الأخذ بمكارم الأخلاق، فلا يقال مثلا أدب سيء وأدب حسن، ولا يقال أدب كريم وأدب ذميم. ليس في الأدب إلا ما هو مستحسن محمود كريم مقبول. ها هنا في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى سننتقل إلى الحديث عن مدخل مهم من مداخل دراسة الأدب والعناية به، أدب الشريعة، هو حدود الأدب ومراتبه
وفيه كلام لطيف مهم لأهل العلم، لمن أراد أن يتعلم سعة هذا العلم فإنه بحر واسع، لكن هذا التقسيم يعينك على معرفة كيف حوت الشريعة هذه الآداب العظيمة الجمة التي تشمل حياة المسلم من استيقاظه صباحا إلى منامه مساء، في كل خطوة من خطوات الحياة لا يخلو فيها موقف علمته الشريعة فيها أدبا من آدابها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. ثالثا، حدوده ومراتبه. يظهر من تعريف الأدب أن كل أمر دعت إليه الشريعة فسلوكه من أدب الحياة، ويدخل في ذلك العموم، العقائد والعبادات والعادات وأنماط السلوك، خلافا لما يتبادر أحيانا إلى الذهن من أنه أدب العبادات والطعام واللباس والكلام إلى آخر ذلك. ولكن لما خصت أحكام العقائد والعبادات بكتبها في العقيدة والفقه لم يبقى سوى آداب العادات فأفردت بالتصنيف، ومن ثم انصرف الذهن إليها. هذه مقدمة تقول: عندما يكون حديثنا عن الأدب في الإسلام فاعلم رعاك الله أنه يشمل كل أحكام الشريعة بلا استثناء، العقائد والأحكام والمعاملات والعبادات. بمعنى، أليس من أجل أحكام عقائدنا إيماننا بالله عز وجل وإفراده بالعبادة ووحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته؟ أتصدق أن هذا هو أجل أنواع الأدب، الأدب مع الله، وسيأتي الحديث عنه. لا تقل لكن هذه أحكام عقيدة. نعم، هو حكم يتعلق بعقيدتنا معشر المسلمين، لكنه في وجهه الآخر أدب عظيم يعيشه المسلم مع ربه. فإذا عرف حق الله وأفرده ربوبية وألوهية تأدب مع الله. كيف يتأدب معه؟ يستحي أن يفقده الله حيث أمره، أو أن يراه سبحانه حيث نهى. لا يحب أن يكون في مقام يطلع عليه ربه فيبصره على غير ما أمره عز وجل، أو متلطخا بشيء مما نهاه عنه عز وجل. هذا أدب. فأن ينطلق المسلم في عقيدته بالله عز وجل من منطلق الأدب، هذا غوص دقيق في أعماق فقه الشريعة ومحاسنها. فالأدب مع الله وإن كان متصلا وثيق الصلة بمسألة تتعلق بعقيدتنا، لكنها من مراتب الأدب، وسيأتي الحديث عنها. إذن فكل ما في الشريعة مما دعت إليه هو من أدب الحياة، عقيدة وفقها وسلوكا، كل ذلك من آداب الشريعة. باختصار، كل شيء أمرنا الله به أو أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم فأخذه والامتثال به من الأدب في الحياة، وكل شيء نهانا الله عنه أو نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فامتثاله والانكفاف عنه أيضا من الأدب الذي يبلغ بنا درجات الكمال في حياة البشر. وبالعكس، فكلما فقدنا شيئا من أوامر الشريعة وفرطنا فيها، أو تساهلنا في شيء من نواهيها وتلطخنا بها، فنحن نخسر من درجات الأدب في حياتنا بقدر بعدنا عن أوامر الشريعة وتعدينا على حدودها. هذا باختصار شديد. لكن لماذا انصرف إلى الأذهان حيثما يقال الأدب ينصرف إلى أدب العادات، يعني آداب الطعام والشراب والمنام والاستيقاظ وكذا وكذا؟ لماذا انحسر مفهوم الأدب إلى آداب العادات والمعاملات؟ لماذا أخرجنا منها أحكام العقائد والفقه؟ يبدو والله أعلم أنه لما خصت أحكام العقائد بمصنفات فسمي علم العقيدة، وخصت أحكام الفقه بأبوابه وكتبه فسميت كتب الفقه، ولم يبق إلا آداب العادات، طعام ولباس وكلام ونحوها، وأفردت بمصنفات سميت بآداب الشريعة أو بالآداب الشرعية أو الآداب في الإسلام، ظن أن هذا هو حدود الأدب في الإسلام. الصواب أن حدود الأدب إلى أين تصل؟ إلى كل شيء مما جاءت به الشريعة. فإن الشريعة ما تركت أدبا يتأدب به ابن آدم إلا أتت به،
ولا رأت الشريعة شيئا يخرم أدب البشر إلا وجاءت بالتنبيه عليه والتحذير منه. نعم. إذا تبين هذا فإن أجل مراتب الأدب الأدب مع الله بتوحيده وإفراده بالعبادة، ولهذا قال سبحانه وتعالى عن المشركين: وما قدروا الله حق قدره أليس أدبا؟ والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته ومحبته واتباعه وتقديم أمره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في موضعين من كتاب الله جاء قوله سبحانه: وما قدروا الله حق قدره، والسياق يتعلق بأهل البعد عن طاعة الله وتوحيده وعصيان أمره ومخالفة نهيه، البشر الذين شذوا فعصوا أمر الله عز وجل وخرجوا عن حدود دينه سبحانه. أولئك في بعض الآيات في القرآن إذ يتوجه النقد إليهم وبيان مكمن الخلل تسمع مثل قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره. إذن ما هو مكمن المشكلة عندهم؟ أنهم ما عظموا الله حق تعظيمه، ولا عرف ابن آدم حقيقة قدر الله عز وجل، ولذلك تجرأ. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما عصى الله إلا جاهل. هل يقصد بالجاهل الذي ما تعلم ولا دخل المدارس أو قرأ وكتب؟ هل يقصد الأمي؟ لا، يقصد الجاهل. أي جهل؟ الجهل بالله. يريد رحمه الله أنه لو علم الله وعرف الله ما عصاه. صحيح والله، من عرف الله حقا وقام مقام التعظيم في قلبه لربه عصمه ذلك عن استسهال المعاصي واقتراف الموبقات والانغماس في الكبائر والفواحش. لن أزعم أنه سيعيش معصوما ويصبح ملكا من الملائكة، لا، لكنه سيكون أنزه، أطهر، أتقى، أنقى، أقرب لربه سبحانه وتعالى. فمدار المسألة على معرفة قدر الله عز وجل. فانظر كيف أتت الشريعة في مقام العتب والنقد واللوم لتلك الفئة من البشر التي انحرفت عن طريق الإسلام، فيقول الله: وما قدر الله حق قدره. فهذا إشارة إلى مكمن ومأخذ ومنطلق مهم في قضية هي التوحيد بالله عز وجل. في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومطلع سورة الحجرات، هذه السورة المسمات بسورة الآداب التي احتوت في آياتها على أدب المسلم في الحياة، مثل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، إن جاءكم فاسق بنبأ. كل ذلك في سورة الآداب زمرة من الخلق الكريم والأدب الفاضل الذي أدبنا الله تعالى به. تسمى سورة الحجرات سورة الآداب. أعظم أدب وأوله صدرت به السورة وافتتحت به: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عدنا قضية الأدب وأنه متعلق بعقيدتنا في الإسلام. أعظم الآداب وأولها أن تعرف أن الله إذا أمرك فمن الأدب ألا تقدم شيئا عليه، وألا يكون هوى النفس عندك، ولا عادات المجتمع، ولا تقاليد البيئة، ولا ولا ولا، لا يكون شيء من ذلك مقدما على أمر الله عز وجل ولا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام. حذف المفعول لا تقدموا، إيش؟ ما ذكر المفعول، ما قال لو تقدموا قولا، ولا قال لا تقدموا فعلا، ولا قال لا تقدموا نهيا رأيا. حذف المفعول، قال أهل العلم، لقصد التعميم وإرادة الشمول. لا تقدم إيش؟ ولا شيء، أي شيء لا تقدمه بين يدي الله ورسوله. أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام يقدم ولا يقدم عليه شيء. هذا رأس الأدب. فانظر كيف افتتحت به السورة، ثم ثني في السورة بأدبنا مع النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وأتت بعدها الآيات وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. فالمقصود أن هذا من فقه حدود الأدب في الشريعة، أنه يبدأ من أعظم الدوائر وأكبرها: علاقتنا بالله، توحيدنا لله عز وجل. هذا منطلق الأدب ورأسه وقاعدته الكبرى. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن منزلة الأدب في كتابه القيم مدارج السالكين، وأنتم تعلمون أنه وضعه رحمه الله
شرحا على رسالة الإمام الهروي منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، فذكر فيها جملة كبيرة من المقامات هي عبارة عن أصول وقيم وأخلاق وأعمال قلوب وعبادات قلبية جليلة. تكلم عن الأدب رحمه الله، فعلق ابن القيم شارحا كلام الهروي فماذا قال؟ قال: ولعمر الحق لقد كان الإمام الهروي نافذ البصيرة حين انتزع منزلة الأدب في منازل السائرين من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس: أدبوهم وعلموهم. فأن تقوم على أهلك وبنيك ألا يعصوا الله عز وجل ولا يتعدوا حدوده ولا يقعوا فيما يوجب الغضب والنار والسخط، هذا من الأدب. قال: أدبوهم وعلموهم. نعم. وإذا رمنا تصنيف الأدب إلى مراتب وأنواع فإنه ينقسم باعتبارات مختلفة. أولا، باعتبار صاحبه المستحق له، أدب مع الخالق وأدب مع المخلوق، ويدخل فيه الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والأدب مع النفس ومع عامة الخلق كالوالدين والمعلم والزوجين والصحبة والجيران والأرحام وعموم المسلمين. هذا نافع ومفيد لمن أراد أن يتعلم ويدرس مراتب الأدب، أنواع الأدب. فإنه إذا سئلت رعاك الله في الإسلام، سواء سألك مسلم أو غير مسلم، وقال: تزعمون أنكم في الإسلام تتشرفون بكامل الآداب وجليلها، فما مراتب الأدب، ما أنواعه؟ لن يكون الجواب هنا واحدا. سيقال: الأدب عندنا في الإسلام ينقسم إلى أقسام باعتبارات. فإن سألتني عن الأدب باعتبار صاحبه المستحق له، يعني مع من أتأدب، فيكون الجواب أن الأدب هنا ينقسم إلى قسمين: أدب مع الخالق وأدب مع المخلوق. والأدب مع المخلوق ليس درجة واحدة، بل هو درجات. فمن أعظم المخلوقين حقا في الأدب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومما قد تغفل عنه في أدبك مع الخلق أن مما يدخل فيه أدبك مع نفسك، وهذا من جليل الأدب ودقيقه وخفيه الذي قد لا يلتفت إليه، وسيأتي الكلام عنه بعد قليل. أما باقي الخلق فهم مراتب، فمن أعظمهم درجة الوالدان، فالبر والإحسان وسائر وجوه الصحبة بالمعروف كما أمر الله هي من الأدب، ويدخل فيه أدب الزوجين مع بعضهما، حق الزوج على زوجته وحقها عليه، هذا من الأدب الذي أدبتنا به الشريعة، وفيها نصوص وفيرة في الكتاب وفي السنة: وعاشرهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، حتى في مقامات الهجران والغضب والعتب، بل حتى في الفراق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يقول الله حتى في الطلاق: ولا تنسوا الفضل بينكم. يا أخي، والله عندنا في ديننا من الأدب ما نستطيع أن نعيش عليه إلى أن نموت لا ينقصنا شيء. مؤسف أن يأتي اليوم الذي تتسول فيه أمة الإسلام أدبا غربيا أجنبيا خارجا عن شريعتها. والله يقطع القلب أن تجد مسلما يحاول أن يجد في آداب الأمم الأخرى وحضاراتها وحتى عقائدها المحرفة أن يلتمس منها أدبا يحاول أن يرتقي فيه. والله إن لم يكن له في شريعتنا أصل ودلالة فلا خير فيه. بل دعنا نقول: لسنا بحاجة إلى أن نقتات على موائد الحضارات والأديان والعقائد الأخرى في باب الأدب. ديننا حافل، مأدبة الإسلام في الأدب غنية شهية، فيها ما لا يمكن أن تجده في غيرها. أقول: هذا باب كبير. فالأدب مع المخلوقين يدخل فيه الزوجان، الأصحاب، الأصدقاء، الجيران، الأرحام، كل أولئك، كل إنسان تقع عيناك عليه فإن لك فيه أدبا أدبنا به الإسلام في التعامل معه، العدو والصديق، القريب والبعيد، كل هؤلاء لا يخرجون عن حدود الأدب. فهذا في الجملة تقسيم الأدب باعتبار صاحبه المستحق له، إما أدب مع الخالق
أو أدب مع المخلوق، وأفرد الأدب مع الخالق سبحانه بمرتبة، لأنه لا يجوز أن يدخل فيها في الكلام معه غيره سبحانه وتعالى، ولأن له من الأدب ما لا ينصرف إلى غيره، وهذا مقام عظيم هو صلب عقيدتنا وحياتنا كما ستأتي الإشارة إليه. ثانيا باعتبار حكمه، وينقسم إلى واجب ومستحب، ولا ينزل عن ذلك إطلاقا. فإذا سئلت أيضا كيف هي تقسيمات الأدب، فإذا أردنا تقسيم الأدب باعتبار حكمه، أقصد حكمه التكليف الشرعي، فستقول الأدب نوعان، إما أدب واجب وإما أدب مستحب. الأحكام التكليفية كم؟ 5: واجب ومستحب مباح ومكروه وحرام. هل يوجد أدب حرام؟ لا، ما في، ولا أدب مكروه، بل ولا أدب مباح، فليس إلا أدب واجب أو أدب مستحب. كل أدب مع الله فهو من قبيل الواجبات. أدبك مع والديك، البر، الإحسان، الطاعة، وصلة الرحم، والإحسان إلى الجيران، هذه من الآداب، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ولا ينزل الأدب عن هذا إطلاقا، وإلا ما كان أدبا. ولهذا قلنا في تعريفه: هو الأخذ بمكارم الأخلاق، وليس في مكارم الأخلاق شيء ينزل عن الاستحباب في إتيانه والعمل به. نعم. ثالثا باعتبار المتأدب به، أهل العلم معلمه ومتعلمه. ثانيا عموم الناس، ويشمل الأدب الواجب وعموم الأدب والمعروف والحقوق الخاصة. هذا تقسيم ثالث للأدب، عندما تسأل إلى كم ينقسم الأدب، فإذا تقول في الجواب هنا إن كان المقصود الأدب باعتبار المتأدب به، يعني من يمتثل الأدب، فيمكن أن تقسمه إلى أقسام، أقربها أن تقول هما قسمان: أدب أهل العلم، يعني فيما يتأدبون به، وأدب عامة الناس. لماذا فصلنا أهل العلم عن غيرهم؟ لأنهم أحرى الأمة بالعناية بالأدب، ولأنهم أولى البشر في شريعة الإسلام أن يكونوا أوثق بالعناية بالأدب. فأهل العلم نقصد به الأستاذ والتلميذ، نقصد به الشيخ والطالب، نقصد به المعلم والمتعلم. في حقل الأدب معشر طلاب العلم ثمة آداب يتأدب بها الأستاذ والإمام والعالم والشيخ، وثمة آداب تلزم المتعلم والتلميذ والسالك في طريق طلب العلم، لكل منهما أدبه الذي يخصه ويتعلق به. وأما عامة الناس فالمقصود به ما سبق من أدب واجب وأدب مستحب، يدخل فيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما تعرف الناس عليه فأخذه من قبيل الأدب، كما أن مخالفته والخروج عنه يكون خروجا عن حدوده. وكذلك الحقوق الخاصة، يعني حق الجيران، حق الرحم، حق الأمانات، حق ذوي المعروف والإحسان، كل ذلك داخل في عموم الأدب. نعم. وإنما خص أهل العلم بمرتبة من الأدب لما معهم من العلم، إذ هو قرين الأدب، بل قرينه الأصغر، والأدب أكبر منه، كما هو صريح عبارات أئمة السلف. تقدم في مجلس الأمس عبارات وقفنا عند بعضها: ألم يربطوا بين الأدب والعلم؟ أما نصوا على أن تحصيل الأدب مقدم على تحصيل العلم؟ أما قال قائلهم: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم؟ أما قال قائلهم: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث؟ كل ذلك يدل على أن الأدب والعلم قرينان لا يفترقان. فإذا نتكلم عن المسلم الذي يتحلى بالأدب فسأقول الناس صنفان: أهل العلم في كفة وغيرهم في كفة، لأن سلوكهم لطريق العلم يربطهم كما ارتبطوا بالعلم، يربطهم بقرين العلم. ما قرين العلم؟ الأدب. الأدب أخوه الأصغر أو الأكبر؟ الأدب أخوه الأصغر أو أخوه الأكبر؟ أخوه الأكبر. تذكرون الملح والدقيق وأيهما يكون أكثر؟ فالأدب هو الأخ الأكبر. فأهل العلم يصح أن تقول عنهم أهل الأدب. لماذا سموا أهل العلم؟ لأنهم اشتغلوا بتحصيل العلم،
نحن نفترض أنهم بتحصيلهم للعلم حصلوا الأدب قبله، فلذلك يستحق أن يسمون أهل الأدب، والمتأدبون بذلك هم أحرى الناس به. وها هنا سأذكر أمثلة لما يتعلق بآداب تخص أهل العلم عن غيرهم. نعم. فما يتعلمه المتعلم من أحكام ومسائل يجب أن يظهر أثرها عليه سلوكا وعملا، وعندئذ فالذي يتضمنه أدب أهل العلم جملة مسائل. الأولى: الأدب الذي يشترك فيه كل الناس، الأدب الواجب في العقائد والعبادات وما تعارف الناس عليه في المروءات، وبذل الحقوق الخاصة مثل الوالدين والزوجين والجار والرحم. إذن عندما نتكلم عن أدب أهل العلم، فأول ما يتعلق بهم هو أدب عامة الخلق. أما نقول إن كل مسلم متعلم وجاهل، صغير وكبير، ذكر وأنثى، كلهم يتعلق بهم طرف من الأدب، إذن هو يتعلق بأهل العلم من باب أولى. أدب العبادات والعقائد وما تعارف الناس عليه وأبواب المروءات والإحسان وبذل الحقوق، كل هذا يشمل أهل العلم من باب أولى. نعم. ثانيا: العمل بالعلم واجبه ومستحبه. هذه رتبة ثانية من أدب يخص أهل العلم أكثر من غيرهم. ما هو؟ هو العمل بالعلم الذي تعلموه. أما قالوا نادى العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. عندما تتعلم مسألة فإن من أدب العلم الذي تعلمت أن تعمل بما تعلمت، هذا أدب. لاحظ معي أنه لا يشرف به ولا يناله غير أهل العلم. ولذلك أيضا نحن نفترض أن أهل العلم بعلمهم هم أصحاب أدب أوفر حظا من غيرهم، لأن العلم أدبهم ووجههم. أنت لا تعجب من طالب علم تجد في حياته حرصا على كثير من الأخلاق والآداب والعبادات ونحوها، لا تعجب، لأنه صاحب علم، فعلمه قاده إلى ذلك الخير. إذن هذه رتبة أو جانب أو صنف من الأدب يتميز به أهل العلم عن العامة. نعم. العمل بالعلم واجبه ومستحبه، وما يجد في حصيلة طالب العلم من مسائل ينبغي أن تنعكس في حياته، فمثلا نوافل العبادات وفضائل الأعمال وتزكية النفوس والتشبه بالسلف ومكارم الأخلاق إلى آخر ذلك. ولهذا اشتهرت عبارة السلف: نادى العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وعلم بلا عمل وبال، كما أن العمل بلا علم ضلال. وإن مثل السوء في القرآن لهذا الصنف: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وأسوأ منه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا والله من ذميم ما قبح الله عز وجل به أهل العلم عندما ينقصهم العمل، عندما يفارقون الأدب، لأن الحجة قامت عليهم بما أوتوا من العلم. أو ما سمعت قول الله في شأن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. لم يحملوها ليس الحمل الحسي المعنوي، وهو العمل بما تعلموا من الأحكام. قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. أرأيت حمارا أكرمك الله تحمل على ظهره كتب العلم، مجلدات ضخمة، أيفقه شيئا مما حملت على ظهره؟ فهذا والعياذ بالله مثل طالب علم حمل علما ودرس وتعلم وتفقه ثم لا ترى عليه أثرا لما تعلم في حياته. ما الفرق بين طالب علم وعامي؟ هما في الزهد في العبادات سواء. ما الفرق بين طالب علم وعامي؟ كلاهما ينام عن صلاة الفجر. ما الفرق بين طالب علم وعامي ليس له حظ من قيام الليل؟ ما الفرق بين طالب علم وعامي لا يعرف صيام النوافل ولا تمتد يده إلى صدقة بقليل ولا كثير؟ ما الفرق بين طالب علم وعامي لا يمسك لسانه عن فاحش القول والسباب والشتام والخصام؟ ما الفرق بين طالب علم وعامي في تعامله مع والديه ترى من الجفوة وسوء الخلق والإشاحة والإعراض والتقصير؟ ما الفرق بين طالب علم وعامي
تراه في تعامله في علاقته بجيرانه والناس من حوله وأصدقاء دراسته وعمله شرس الخلق ضيق العطن سريع الغضب، عندئذ ستضع علامة استفهام كبيرة، أين العلم في حياته؟ وماذا فعل طلب العلم به؟ وما الذي يفترض أن يكون عليه؟ هي رسالة نحملها أمانة في أعناقنا يا طلاب العلم. علمنا الذي نتعلمه لابد أن يقودنا إلى الفضائل، فإن لم يحصل فلننتبه ثمة مشكلة، إما أن العلم الذي ندرسه فيه خلل أو أن في دواخلنا حقيقة الخلل. وعلى كل حال ينبغي تدارك ذلك وإصلاحه. لا تقبل أبدا من طالب علم إذا ما وقع فيما يقع فيه العوام من الأخطاء وسوء الأدب والتعدي وشراسة الطبع والإساءة إلى الناس، لا يقبل منه أن يعتذر فيقول لكنني بشر أغضب وأخطئ وأصيب. من قال لك إننا نطلب منك أن تكون معصوما، أن تكون نبيا، أن تكون ملكا؟ لكن نطلب منك أن يرى أثر العلم وهدي العلم وسمت العلم في شأنك وحياتك. كانوا في زمن السلف يعرفون طالب العلم من غير أن يحمل شهادة، ولا يعلق ألقابا، ولا يحصل على ولا يندرج في مدارس ولا معاهد، لكن يرى في وضوئه وصلاته ودعائه ونسكه، ويرى في سمته وخشوعه، ويعرف في ألفاظه وعباراته، فتعرف أنه طالب علم. هذه أمارة، فالعلم يزين صاحبه ويقوده، عمله بما تعلم هو مفتاح الخيرات، هو الباب الذي يرتقي به إلى المكرمات. وقد قررت الشريعة هذه القاعدة بشطريها: العلم بلا عمل وبال. تستكثر من العلم ولا تعمل به سيكون حجة عليك، أجارك الله. وبالعكس، اقتحام أبواب العمل والتعبد لله بلا علم ضلال، لأنه سيقود إلى الإحداث والبدع والتعبد لله بما لم ينزل به سلطانا. فالعلم ميزان يحمل صاحبه على استكثاره من العلم ومعرفته الحق من الباطل والخطأ من الصواب والخير من الشر، ثم يحمله ثانيا على العمل بما تعلم. نعم. ثالثا آداب طلب العلم وبذله العالم والمتعلم. هذا صنف ثالث من آداب أهل العلم خاصة. قلنا يشمل أهل العلم ثلاثة أنواع من الآداب: أولها أدب عامة الناس، التعاملات والحقوق والمعروف والمروءات. الرتبة الأعلى منها العمل بما تعلموا، فإن لهم من هذا حظ ليس مع سائر الناس. الرتبة الثالثة من أدب أهل العلم خاصة هو أدب حقل العلم في دائرة العلم، أدب الطلب والتحصيل. إن كنت متعلما فتلزمك آداب، وإن كنت معلما فتلزمك آداب. فثمة آداب هي خاصة بأهل العلم في حقول التحصيل والطلب والدراسة والتعليم. نعم. وهو هدي العلم وسمت العلماء الذي صنف فيه كثير من المصنفات، فما يجب مراعاته من أدب مع المعلم ومع رفيق الطلب ومع الكتاب ومع المدرسة. وهذا الذي نطق كثير من السلف بضرورته وأهميته ومسيس الحاجة إليه كما سيأتي. نعم. ولعلكم تدرسون ضمن هذه الدورة أحد هذه الدروس والكتب التي وضعها أهل العلم، رسالة الزرنوجي رحمه الله تعليم المتعلم طريق التعلم، هي مما كانوا يقولون فيه لطالب العلم: انتبه، أصبحت طالب علم، بدأت تدرس وتحضر مجالس العلماء، انتبه، ها هنا آداب، شيء منها أدبك أنت في نفسك، وشيء منها أدبك مع شيخك، وشيء منها أدبك مع زملائك ورفاق درسك، وشيء منها أدبك مع كتابك، وبعضها أدب في السكن، لأنهم كانوا يسكنون الطلاب في مساكن خاصة تجمعهم في أوقاف المدارس ونحوها. والله تعجب، يتكلمون عن أدب مع الكتاب ويجعلون هذا من أداب طالب العلم. إذا احتجت أن تكتب وتعلق وتحشي كيف تفعل؟ هل تجعله على اليمين أم على الشمال؟ أو تجعل التحشية أسفل أو فوق؟ وإذا أردت أن تجعل حاشية تصوب خطأ أو تضرب وتشقب جملة أو كلمة أخطأت في كتابتها،
عجيب هذه الدقة والعناية بهذه الدقائق الصغيرة في آداب طلب العلم. وإذا أردت أن تصوب فاكتب حرفا صاد أو صح تشير به إلى كذا، وضع نجمة أو علامة على أول السطر وعلامة أخرى في أثنائه أو في بعده بمسافة إذا أردت أن تحدد المكان الذي تريد تصويبه. وفي أداب السكن يا أخي تكلم حتى عن الدرج ونظافته والباب وكيف يغلق وكيف تراعي الأدب مع من يسكن معك في الغرفة. ليس هذا من نتاج حضارة القرن العشرين، لا والله، من حضارة السلف في أزمنة العناية بالأدب والثروة التي أفاض فيها العلماء في تحصيل أدب الشريعة فقرروها للأجيال المسلمة إلى اليوم وإلى قيام الساعة. هذا في خواص أدب أهل العلم، فعلموك أدبا في كل شأن تتجه فيه وأنت سائر في طريق العلم. كل ذلك إذا داخل في الأداب التي تخص المتأدب به إن كان من أهل العلم على وجه الخصوص. نعم. تفصيل مراتب الأدب باعتبار المستحق له 4. فتقدم في تقسيم المراتب هناك تقسيمه بثلاثة اعتبارات: باعتبار المستحق له، باعتبار حكمه، باعتبار المتأدب به. أخذنا واحدا منها وهو أولها، ولنا فيها شيء من التفصيل أخذا من كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. يتكلم عن الأدب باعتبار صاحبه المستحق له، قال: إما أدب مع الله عز وجل، وإما أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أدب مع النفس، وإما أدب مع عامة الخلق. فجعل في كل منها كلاما لطيفا في جمل هي عبارات مشرقة تستحق أن نشنف الآذان بها وأن نمتع القلوب بها وأن ننطلق منها نحو أفق فسيح لا حد له فيما يتعلق بحدود الأدب في شريعة الإسلام. نعم. الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الناس، والأدب مع النفس. أولا الأدب مع الله، فهو رأس الأمر وعموده وأهم ما يقدمه العبد في دنياه. قال ابن القيم رحمه الله: الأدب مع الله 3 أنواع: أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، الثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره، الثالث صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه. يقول ابن القيم: أدبك مع الله يدور حول 3 أشياء. لاحظ، هو ما يتكلم عن مسائل عقيدة ولا جمل علمية، يتكلم على أدبك مع الله. يعني السؤال بطريقة أخرى: هل أنت متأدب مع الله؟ قبل أن تقول نعم أو لا، أعطاك 3 معايير تستطيع أن تقيس بها مقدار أدبك مع الله. ودعونا قبل أن ندخل في تفاصيلها نصرح فنقول: من لم يشعر أنه قد استوفى واستكمل في حياته أدبه مع الله فعنده مشكلة كبيرة. لا يليق أبدا والله أن نتكلم عن أدبنا مع الناس في التعامل وأخلاقنا وعندنا خلل في أدبنا مع الخالق عز وجل. يقول ابن القيم: الأدب مع الله 3 أنواع، أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة. ألست تعامل الله بعبادتك عبادة قلب أو عبادة بدن؟ عندما تتعبد لله بشيء فمن الأدب ألا تقدم لربك شيئا ناقصا. من الأدب إذا صليت أن تصلي صلاة كاملة وترى أنها تليق بخالقك العظيم. من الأدب إذا رفعت يديك تدعو أن تكون متأدبا في دعائك عندما تقدم شيئا لله. من الأدب ألا تجعله ناقصا، ألا تشوبه بنقيصة، ألا يكون في نيتك شيء من الأغراض المتعلقة بالدنيا والرياء والسمعة وحديث الناس ونظر الناس. هذا من الأدب مع الله. إذن أولها ألا يشوب عملك الذي تقدمه لله ألا يشوبه بنقيصة. الثاني صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره، ويدخل في هذا بالمقام الأول مسألة الإخلاص في النيات. هذا من الأدب مع الله. لاحظ، ولا يتكلم عن ثواب الإخلاص وخطر الرياء، لا يتكلم عن قبول العمل ورده، وسيأخذ المسألة من منطلق الأدب. أأنت متأدب مع الله؟ إذا أردت أن تثق بكلمة نعم فتفقد هذه الجوانب. هل عبادتك حرصت فيها ألا يبقى فيها لبشر حظ،
ألا تجعل فيها متسعا لحمد الناس والثناء عليك وتمجيدك وذكرك بالمحامد؟ في أي باب تطرقه أتريد أن تكون محل شهرة وأنظار الناس وحديث الناس؟ أتحب أن يتحدث الناس بعملك الذي عملت؟ أم أنت أحرص على أن تخلصه لله عز وجل أدبا من خلال صيانة قلبك ألا يلتفت إلى غير الله؟ هذا من الصيانة. من صيانة القلب أيضا عن الالتفات لغير الله في قضية التوكل على الله في الرزق، في المعاش، في تدبير أمور الحياة. والله يا إخوة، من سوء الأدب أن تعلق أملك بغير خالقك في قضية تكفل الله بها وجعلها بيديه سبحانه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ليس يعني هذا ترك الأخذ بالأسباب، لا. ليس يعني هذا ألا تبحث عن وظيفة وألا تطيع رئيسك في العمل وألا تجتهد في ساعات الدوام، لا لا. الحديث هنا عن تعليق القلب، صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره. عندما تثق يقينا أن الله يرزقك من فوق 7 سماوات، ولو كان لك مثقال رزق من حبة لأتى الله عز وجل بها إليك يسوقها حتى تستوفي رزقك وأجلك. ثق تماما أنك لن تغادر دنياك وباقي في حياتك شربة لبن أو قطرة ماء ما استوفيتها، لا والله لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صحح الألباني، يقول لو أن ابن آدم هرب من رزقه لساقه الله إليه. يقول حتى لو أردت أن تهرب منه ما تستطيع، سيدركك. وبين أن ابن آدم يدركه الرزق كما يدركه الأجل. أتستطيع الفرار من الأجل؟ أتستطيع تأخيره وتقديمه؟ فكذلك قضية الرزق محسومة. هذا من صيانة القلب أن لا يلتفت إلى غير الله. الجانب الثالث في الأدب مع الله قال صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه، سواء كان تعلقا بالنية أو تعلقا بإرادة المعصية. فعندما تتعلق إرادتك بشيء يغضب الله، تتعلق إرادتك بحرام والعياذ بالله، تتعلق إرادتك بترك شيء من الواجبات، هذه مما تغضب الله. يعني أحيانا يكون الرادع لك عن فعل الحرام قبل أن يكون الخوف من العقاب الأدب مع الله. سيختلف كثيرا تأتيك لهذه الأبواب في الشريعة من إتيان الواجب أو ترك الحرام. نعم. ثم قال ومن الأدب مع الله عدم رفع البصر إلى السماء في الصلاة للنهي عن ذلك. هذا مما نهينا عنه. هل شعرت يوما أن هذا من أدبنا مع الله؟ يقول الفقهاء من مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء، والنهي عن ذلك جعله ابن القيم من باب الأدب مع الله. نعم. ومن الأدب مع الله أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة في الفضاء والبنيان، لنهيه عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة بغائط ولا تستدبروها. هل شعرت يوما أن هذا من الأدب مع الله؟ لأن هذا بيت الله، فاستقبالك أثناء قضاء الحاجة سوء أدب، واستدباره كذلك. قال ولكن شرقوا أو غربوا. نهينا عن البصاق أكرمك الله تجاه القبلة، هذا من الأدب مع الله لأن القبلة هي اتجاه بيت الله عز وجل. ومن الأدب مع الله السكون في الصلاة وعدم الالتفات فيها والاستماع للقراءة في الصلاة، وهذا كله من دواعي الخشوع، وهو أيضا في سياق الأدب مع الله. المقصود أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه. نعم. والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا. نعم. ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه، وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة متهيئة لقبول الحق علما وعملا. يقول هذه ثلاثة أشياء إذا أردت أن تستتم فيها الأدب مع الله عليك بأخذ ثلاثة أشياء. أولها معرفتك بأسماء الله وصفاته. ما علاقة هذا؟ هذا ما مما يزرع التعظيم في قلبك لله. افهم رعاك الله أن منطلق الأدب مع الله أن تعظم الله، فإذا ما عرفت الله ما عظمته، وإذا ما عظمته لن تحبه تمام المحبة، ولن تخاف منه كمال الخوف، ولن تحسن الرجاء في من عنده.
الأمر الثاني الذي تحتاجه أن تعرف أحكام الشريعة، أن تطلب العلم، معرفة الحلال والحرام، معرفة الأحكام، معرفة ما يحب الله وما يكره، هذا مما يقودك إلى أن تتأدب مع الله. ثالثا، نفس مستعدة قابلة متهيئة لقبول الحق علما وعملا. استجمع ثلاثة أشياء رعاك الله: استعد نفسيا للأدب مع الله، وهيئ نفسك لذلك، وأشعرها أن هذه أولى خطوات الأدب، إن لم تفعلها فلا أدب تملكه عبد الله. واجعل ثانيا طلبك للعلم طريقا ترتقي به في سلم الأدب مع الله، لأنه يدلك على ما يحب الله وما يكره الله، وما يريد الله منك وما لا يريد. وثالثها أن تجعل معرفتك بالله عز وجل وعلمك بأسمائه وصفاته مما يأخذك نحو الأدب مع الله، لأنك عرفت كرم الله وعرفت حلم الله وقدرة الله. أضرب لك مثالا: إذا ما جئت في الصلاة تصلي، إذا قستها فقهيا ستقول إما صلاة بخشوع أو صلاة بلا خشوع، وإذا أردناها من منطلق الأدب سنقول إما صلاة يؤديها صاحبها أدبا مع الله، وإما ناقصة أو خالية الأدب. كيف هذا؟ بالله عليك، إذا كنت قليل المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، هل تتصور أنك إذا وقفت قائما في الصلاة مثلا وتسمع الفاتحة وسورة أخرى خلف الإمام، أتجد أنه سيقع في قلبك من الأثر للقرآن وأنت بعيد عن معرفتك بالله وعظمته وأسمائه وصفاته؟ كيف سيهتز قلبك عندما تصلي فتركع وتحني صلبك؟ أعرفت من هو الله الذي وضعت صلبك منحنيا لأجله؟ فإذا سجدت وضعت جبهتك موضع قدميك، أعرفت من هو الله الذي رضيت بذل نفسك ووضع جبهتك موضع قدمك تقربا إليه، مستلذا فرحا مستمتعا في سجودك، تخرج من جوفك من قلبك عبارات التسبيح والتحميد والدعاء والسؤال والطلب، تعلم يقينا أنك حينها وأنت في أخفض نقطة أنك في أقرب ما تكون إلى الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه معان إذا تعاملت فيها من منطلق الأدب مع الله شعرت أن لعبادتك التي تتقرب بها إلى الله سبيل آخر. هذا يا أحبة باب واسع، وهنا ليس إلا إشارات تعلمنا فقط أن للأدب في حدود الشريعة أبعادا واسعة، هذا واحد منها في مقام الأدب مع الله عز وجل. نعم. ثانيا، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون معارضته بالعقل أو الشك، أو أن يقدم عليه آراء الرجال فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد الله تعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. كلام ابن القيم رحمه الله مأخوذ هنا بتصرف يسير، قال بعد هذه الجملة يقول في التوحيد كما نوحد الله نوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نوحد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: توحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، يعني جعلته وحيدا في مصدر تلقيك للدين منه، جعلته وحيدا في أخذك للأمر والنهي منه، جعلته وحيدا في الأسوة والقدوة به، جعلته وحيدا في من تقبل أن يقول لك افعل أو لا تفعل. على حد قول القائل: لو قال لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. يقول ابن القيم: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عظيم، كلام أئمة عندما نتكلم عن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما يتبادر في بدايات المسألة عندما نقول الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نحن لسنا في عصره، هل بقي لنا حظ من الأدب نتأدب به، أو هو أدب خاص بالصحابة لأنهم عاشوا معه؟ يقول أنس: كانوا لا يطرقون لا يقرعون أبواب حجراته عليه الصلاة والسلام إلا بالأظافير،
حرصا على الأدب ألا يكون الصوت مزعجا. وفي أدبهم نزل قول الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فيجلس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس بن شماس في بيته معتزلا، يقعد ولا يحضر المجالس النبوية فيفتقدونه لأنه كان جهوري الصوت. فقيل له: ما لك اعتزلت ما تحضر؟ فجلس يبكي يقول: الله يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، ويقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول: أخاف أن يحبط عملي لأنه جهور الصوت، ليس لشيء ولا لا يرفع صوته لكن صوته عالي. فجلس في بيته واعتزل. هذا أدب أدبهم الله به. السؤال: هل هذه الآداب مع النبي عليه الصلاة والسلام هي مرحلة خاصة بزمن الصحابة؟ الجواب: لا، لهم حظهم من الأدب، ولنا حظنا أيضا مع الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: منها كمال التسليم له، الانقياد لأمره، تلقي خبره بالقبول والتصديق دون معارضته، دون تقديم الآراء عليه. نعم. ومن الأدب، ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهنا آثار عجيبة عن الصحابة كيف كانوا يربون أولادهم على هذا التأدب، ويجعلون مسألة أن يأمر الله ويأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لا مجال فيها. لما حدث عبد الله بن عمر بحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، وفي لفظ: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وكان له ابن جالس معه في المجلس وهو يحدث بهذا الحديث. قال ابنه بلال: والله لنمنعهن. إيش قصد؟ ما قصد مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قصد أننا معشر الرجال لنا القوامة، وإذا جاءت امرأتي تستأذنني للخروج إلى المسجد وأنا الزوج والقيم وصاحب الأمر والنهي، لي الحق أن أقول نعم أو لا. قال الكلمة ما قصد بها معارضة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أساء العبارة. قال: سمع الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال ابنه: والله لنمنعهن. فالتفت إليه أبوه عبد الله بن عمر وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا. قالوا: فهجره حتى مات. عجيبون يا إخوة كانوا في مسألة تأديب الناس من حولهم بهذا الأدب، أن يبلغك شيء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن الأدب ألا تقول شيئا سوى سمعنا وأطعنا، ما في غير هذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. القصص في هذا كثيرة والشواهد في هذا جمة. نعم. ومن الأدب معه أن لا ترفع الأصوات فوق صوته، فما الظن برفع الآراء على سنته. ومن الأدب أن لا يعارض نصه بقياس، ولا يحرف كلامه عن حقيقته، ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وهو عين الجرأة. في سياق كلام ابن القيم رحمه الله جمل رائعة مشرقة، كان هذا منها بتصرف. يقول: من الأدب أن لا ترفع الأصوات. ماذا قال الله؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال أهل العلم: إذا كان هذا موجها للصحابة زمنه وهم معه يتكلمون ولا يرفع أحدهم صوته فوق صوته، فيدخل في هذا الأدب إذا ما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس: ألا ترفع الأصوات فوق الصوت الذي يذكر فيه حديث عليه الصلاة والسلام. وجعلوا هذا داخلا في عموم الآية. كان أصحاب مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، إمام المسلمين في زمانه، الذي قيل عنه: لا يفتى ومالك في المدينة، وهو عالم المدينة الذي يرتحل إليه وتضرب الأكباد إبل وتضرب الإبل أكبادها للوصول إلى عالم المدينة. وقد بلغ رحمه الله من الإمامة في الدين والعلم ما هو غني عن ذكره في هذا المقام. كان أصحاب مالك وطلابه وهم جلوس في المسجد النبوي، إذا خرجوا حدثهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا من تمام التعظيم والتوقير لمجالس الحديث ألا يسمع فيه صوت،
ولا يهمس فيه أحد ولا يتحدث أحد ولا يتكلم. قال وكانوا يتصفحون الأوراق تصفحا رقيقا حتى لا يسمع لها صوت، وإذا برأ أحدهم القلم فإنما هو بري له حفيف. كل هذا من جلالة المجلس. فقالوا كان لمجلس الإمام مالك رحمه الله وهو يملي حديث رسول الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون فيه من الهيبة والجلالة والوقار ما ليس في مجالس الملوك والأمراء والعظماء. كان يربيهم على أن هذا مجلس نتأدب فيه بأدب الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وتعلمون قصة عمر رضي الله عنه لما كان في المسجد النبوي جالسا فإذا برجلين قد ارتفعت أصواتهما، فأخذ كفا من حصباء من حصى أرض المسجد فقذفهما به يريد لفت الأنظار، ثم قال أتيني بهما فأتيها. قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. فأدرك أنهما غرباء قد لا يكون عنده من الأدب، ثم وجههم إلى أن رفع الصوت في المسجد النبوي بجوار الحجرة الشريفة وفيها مرقده صلى الله عليه وسلم هذا خلاف الأدب، وهم أن يعاقبهم فعذرهم لجهلهم، لكنه علمهم كيف ينبغي لأحدكم أن يكون في مثل هذا المقام. هذا أدب ما انتهى، ما زال مستمرا. يقول ابن القيم إذا نهينا عن رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم فكيف برفع الرأي فوق رأيه؟ أيهما أعظم؟ الرأي، بمعنى أنك لا تقدم رأيا ولا اجتهادا ولا اجتهادا تظنه أولى من حديثه عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا فيما يخص اجتهاد الفقهاء والعلماء في تنزيل النصوص وفقهها واستخراج عللها. نعم. ثالثا الأدب مع الخلق، فلا بد أن يعامل كل واحد بما يليق به، ومن خلق الله الملائكة، وعلى المسلم أن يتأدب معهم. هذه التفاتة لطيفة. هل تخيلت يوما أن لك أدبا مع ملائكة الله عليهم السلام؟ طيب لست تراهم ولست تجالسهم ولا تصحبهم، فكيف تتأدب؟ نعم. ومن الأدب مع الملائكة محبتهم وموالاتهم، ومن الأدب مع الملائكة البعد عن الذنوب والمعاصي والروائح الكريهة لأنها تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. نعم. ومن الأدب معهم الامتناع عن كل ما يمنع قرب الملائكة أو دخولهم بيوتنا أو حضورهم مجالسنا مثل الصورة والتمثال والكلب والجرس. وكذلك لا تقرب الملائكة سكرانا أو جنبا إلا أن يتوضأ ومتشبها بالنساء وغيرهم. هذا أيضا باب عجيب عجيب من الأدب مع الملائكة، هو من أدبنا أهل الإسلام. من الأدب مع الملائكة ألا تحضر المساجد وفي فمك رائحة بصل أو كراث أو ثوم كما قال عليه الصلاة والسلام، ونص فقال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من الأدب مع الملائكة ألا تفعل شيئا يحرمك دخولهم بيتك ومجلسك. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا يصحبنا جرس لأنها تنافي صحبة الملائكة. كل هذا أدب عجيب مع من؟ مع خلق من خلق الله لا تراهم لكنهم خلق كريم أثنى الله عليهم، لا ينزلون إلا بخير ولا يحضرون إلا برحمة وبركة، فأن تتأدب معهم هذا لون عجيب من الأدب. نعم. كذلك لا بد أن يعامل الناس كل واحد بما يليق به. فهناك أدب فهناك آداب، آداب التعامل مع الوالدين، وآداب مع الأرحام، وآداب مع الجار المسلم، وآداب مع العلماء، وآداب مع ولاة الأمر، وآداب مع الضيف، وآداب مع الأولاد، وآداب بين الزوجين، وآداب مع عامة المسلمين، وآداب مع المخالفين من أهل البدع والفاسقين، وكذلك آداب مع غير المسلمين. ليس أحد من الخلق يستثنى من الأدب. وعجيب أن تجد منطق بعض الناس فإذا جاء تعامل مع شخص أساء إليه أو تعدى حدود الأدب معه قابل إساءة الأدب بسوء أدب مثله. يقول قال الله وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويقول قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا مقام الانتصار للنفس وهذا صواب، لكن المقامات الأكمل في مثل قوله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا ولمن صبر وغفر، هذه مقامات أكبر وأجل وأعظم. لاحظ معي شيئا أيضا ينتشر بين كثير من الناس، إذا ما رأيته في تعامله تارة كريم الخلق حميد السجايا
تحمده تحبه تألفه، وتارة تراه في غضبه وشططه وفي تعامله له مواقف تعجبها. فإذا سألت وقال لك فلان لا يستحق، فلان هذا حظه من الخلق من الكلام من العبارة، تراه فظا غليظا معه، عندما تظن أن لك في أخلاقك وآدابك ميزانين تختلف فيها بالتعامل مع اختلاف الناس فقد أخطأت. أنت عندما تعامل الناس تعاملهم بأخلاقك أو بأخلاقهم؟ بأخلاقك أنت، فما ترضاه لنفسك ينبغي ألا يختلف من حال إلى حال. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: أما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم بما يليق بهم على اختلاف مراتبهم، فلكل مرتبة أدب، والمراتب فيها آداب خاصة، فمع الوالدين أدب خاص، وللأب منهما أدب هو أخص به، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهله، ولكل حال أدب، فللأكل آداب. ثم قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. ثم قال: ومن حقوق الخلق ألا يفرط في القيام بحقوقهم، ولا يستغرق فيها بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكميلها أو عن مصلحة دينه وقلبه. نعم، ليس المقصود في هذا الدرس ولا هذا المجلس أن نأخذ تفاصيل هذه الآداب، نحن نتكلم عن مدخل، فحسبك فقط أن تدرك أن حدودا للأدب تتصل من هنا إلى ما لا نهاية له. نعم. رابعا: الأدب مع النفس. وأدب الإنسان مع نفسه متنوع متفاوت كذلك، فمن الأدب مع النفس السعي إلى تزكيتها وإصلاحها ومحاسبتها وتهذيبها وتصفيتها من الأدران والشوائب، وتخليصها من عيوبها وآفاتها، وتحليتها بالفضائل والمكارم، وتدريبها على الطاعات والأخلاق. ومن الأدب مع النفس حثها على التوبة والإنابة والخشية وغيرها، وكذلك من الأدب مع النفس تدريبها وإلزامها على الآداب الشرعية. نعم، هذا أيضا مما قد يغفل عنه الناس عندما يكون الحديث عن الأدب، وهذا خاتمة مجلس اليوم. الأدب مع النفس معناها ألا تهمل نفسك، أن ترتقي بها، أن تسمو بها، الحرص على تزكية النفس. فإن الله أقسم في سورة الشمس 11 قسما متتاليا في قوله تعالى: والشمس وضحاها، إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفوس مطلب، وهو شطر بعثة الرسل عليهم السلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالتزكية مع العلم الذي جاءت به الرسل هما ما يحتاج إليه العباد. تزكية النفس تطهيرها من عيوبها، تنقيتها من شوائبها. كلنا بشر ونفوسنا تمرض كما تمرض أبداننا. كم بلغت من العمر عبد الله؟ هل تظن أنك منذ أن ولدت إلى اليوم سلمت من الأمراض والأسقام والأدواء؟ هل سلم بدنك؟ لا، منذ أن ولدتك أمك وأنت تعتريك الأمراض وتداويها، بين حمى وألم بطن وظهر وضرس وجرح وكسر، آلام شتى. هل رأيت إنسانا يصيبه مرض فيبقى بمرضه يمشي بين الناس؟ ما يفعل هذا عاقل. فكيف بأمراض النفوس؟ كيف بأدواء القلوب؟ كيف بأسقامها؟ نحن أحوج إلى مداواتها، إلى علاجها، إلى أن نترقى في السمو بها. أيضا من أدب النفس تهذيبها، تعليمها معاني الخشوع والإنابة، عبادات القلوب يا كرام من أجل ما يعتني به المرء في تأديبه لنفسه. وجملة ما يتعلق بأداب الشريعة، أداب العادات والمعاملات، أن تحمل نفسك عليها هو من تأديبك لنفسك. هذه بإيجاز أربع مقامات للأدب باعتبار المستحق له: أدب مع الله، أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أدب مع عامة الخلق وفيها أصناف ومراتب، ثم أدب مع النفس. هذا تمام مجلس الليلة، وفي حديث الغد الذي نختم به إن شاء الله إطلالة على جهود أهل العلم من السلف في تقريب هذه الآداب وبيانها في المصنفات التي جمعت،
وخاتمة في المعالم التي يسلكها طالب العلم في تحصيل الأدب واكتسابه. أسأل الله جلت قدرته أن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين الربانيين المخلصين الصادقين، وأن يرفع شأننا بالعلم ويقربنا إليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.